يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت في إحدى الخطب المنبرية لفضيلتكم أنكم تقولون عن الجمعيات التي يفعلها بعض الناس أو بعض الموظفين بأن يدفع كل واحد منهم جزءا من المال. أنا على رأيي بها، أنا أقول لا تجوز، لأنها يدخلها القرض الذي جر نفعا، وقرض مشروط في قرض تقرضهم بشرط يقرضون، وهؤلاء هذان مانعان من القرض، لأنه يدخل في حكم بيعتين في بيعة، ويدخل في قرض مشروط في قرض، وفيه محاذير. نعم.